جوزي حرمني من كل حاجة ونسي ان مراته، واتفقت مع عشيق نريحه من الدنيا ويتجوزني، لكن مش عارفة ازاي قبض عليا. تفاصيل كتيرة قالتها سامية اللي انهت حياة جوزها في بولاق الدكرور هي وعشقها. قالت ايه المتهمة في اعترافاتها، وهل للدرجة دي قلبها بقى حجر وطوعت عشيقها يخون صاحبه، وليه سابت البيت وارتكبت الواقعة دي؟ تعالوا نعرف حكاية سامية مع جوزها في التقرير ده. وقعة غريبة حصلت تفاصيلها في منطقة بولاق الدكرور. شاب اسمه هيثم شغال بياع، اتعرف على واحدة من جيرانه اسمها سامية واتجوزوا من حوالي 15 سنة. بعد الجواز كان له صاحبه بيجي عنده اسمه هلال، وللأسف هلال خان العيش والملح وخان البيت اللي كان بيبات فيه. لما اتعرف على مراته من هنا بدأت القصة. سامية بدأت تطلب من جوزها هيثم فلوس وهو يطلب منها تستحمل الظروف، فكان هلال هو اللي بيديها، وللسبب ده بدأت المشاكل تحصل بينهم لدرجة انها اتخانقت معاه، وفي مرة قالت له ان هلال صاحبه هو اللي بيصرف عليها، فكان رد فعل جوزها غريب. الزوج رد عليها وقال ان هلال زي اخوها ومش عيب لما تاخد منه فلوس. فقالت سامية انه في اللحظة دي نزل من نظرها، فبدأت تحب صاحبه هلال، خاصة لما بدأ يعوضها عن جوزها بالفلوس فكانت بتروح الكوافير. ولما سألوها قالت انها كانت عاوزة تبقى حلوة في نظر صاحب جوزها. الخلافات بينها وبين جوزها بدأت تكبر، فحصلت خناقة اكبر وكانت سبب في رحيل جوزها، وبعدها هربت لبيت ابوها لكن ما قعدتش فيه كتير، وهربت منه برضو علشان تتفق مع هلال انهم يتجوزوا ويهربوا من الشرطة. المهم هلال ده كان شغال مع ابوه في لعب الاطفال في الدقي، ولما حصلت المشكلة وعرف ان صاحبه رحل خد سامية واتجوزها عرفي، وهربوا من منطقة لمنطقة لحد ما قعدوا في الاسماعيلية. تعدي الايام والسنين وبعد 15 سنة يتم ضبط المتهمة وعشاها، واتفتح المحضر من تاني فسألها المحقق عن الواقعة فاعترف بكل حاجة، وقالت انها كرهت جوزها بسبب عمايله وبخله معاها لدرجة انه ما كانش بيجيب لها لبس، واعترفت بانها خانته لانه ما كانش بيهتم بشكلها وكل اهتمامه بنزواته بس. المتهمة قالت كمان ان هلال عاشقها رغم انه كان صغير وعنده 19 سنة بس، لكن كان دايما بيهتم بيها وبيجيب لها لبس وميك اب، وفي الفترة الأخيرة كان بيديها فلوس، وكان كل ما يكلمها يقول لها لو في حاجة ناقصاها هيجيبها لها، عشان كده فضلته عن جوزها. المتهمة سامية قالت في اعترافاتها إنها لما حبت عاشقها طلبت الانفصال من جوزها لكنه رفض، وفي مرة وهي على ذمته سابت بيتها وراحت الإسماعيلية، لكن رجعت تاني بعد تدخل قرايب جوزها. ولما سألوها عن الفلوس اللي كانت بتاخدها من عاشقها قالت إن هلال كان عاشقها من صغره وبيشتغل مع أبوه في لعب الأطفال ومعاه فلوس، وكان بيديها 50 جنيه أو 100 جنيه ومش بيخليها محتاجة حاجة. وقالت كمان إنها كانت بتروح بالفلوس دي عند الكوافير عشان تجهز نفسها وتكون حلوة في عين عاشقها وتبادله الاهتمام، وده حصل بعد ما حبته أكتر. وعن سبب الخلافات مع جوزها قالت إن هيثم جوزها ما كانش بيصرف عليها ويوم يشتغل وعشرة لأ، إنما هلال كان هو اللي موجود معاها وبتلاقي منه اهتمام كبير، فتم إحالتها للجنايات اللي حكمت عليها بالمؤبد. اسم شرطة بولاق الدكرور كان جاله بلاغ من المواطن هاني ألف عين بيتضرر فيه من مرات أخوه سامية بالتسبب في وفاة أخوه بشارع النزهة ببولاق، وطلبت النيابة العامة ضبط وإحضار المتهمة. كمان التحريات قالت ان المجني عليه بائع متجول ومتجوز المتهمة ومخلف منها 3 ولاد، وتوصلت التحريات الى ان واحد صاحبه اللي هو هلال كان بيتردد على البيت وارتبط بعلاقة عاطفية مع المتهمة بصفة مستمرة. وفي مرة حصل خلاف بين المجني عليه ومرات اخوه بسبب اقامة العشيق في بيته، فاتفق العشيق ومرات المتهم على انهاء حياة جوزها. أخيرا يا ترى إيه رأيكم في اللي عملته المتهمة؟ وهل عشان ظروفه وحشة تخليها تهرب مع عشاقها بعد ما تنهي حياته؟